بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاس له سامة دقال كيس الدحادي أدونك أي صوص على إيران أو قنتارو دبعا أما صواريخ أدو أرك أو مرك الله في ريو دي قد وضع إيو يعني تلمانت وضع أي أدو أرك تهي كقرا عي عراق ميرا كمدة سيدة أربيل وكالي أما كردستان كونسولية أمريكا أكتيدة مريكا إيو saldhig ama xaruun muusaad ay ku lahaayeen iyo sidaas oo kale meel ay daacish ay lahaayeen waa sabaariikh laga soo tuuray iiraan hadduugu oo intaas adduun macnaha ay soo kormareen meeshii loogu talagalay inay ku dhaceen almuhim fiidiyo aan ka haybin in ilaah tacaala arrintaasi iyo wixii dhacay iyo sidaas oo kale ayagoo dhacayaba weliba hal mar haddaan taa ku bilowna aan intuso kuma bilaabayna guud ahaan maxay arrin ka sii weynaa jirta saaruukhan ii kale aan ku dhuftay cafan معناها سكرين شوت ويان انا قاعدي مركا دركتو الهابتي اسرائيل استعمالي سيدرات اي غزه واستعمالي او كلو ويان يعني سيدو ودعايو اي حوغيسا وديابيسا ايو ارنتا كوينتا نعم تا وي وينتا ادي وينتا محايلي دغالكي ادونكا اي سدحاد اي نقونيسا هدي ايران اي مريكان اي دران مدحا او شيعة العراق اي كل لبنان اي ادونا اسلك عيدون ويان المهم واركينا ماشي ارنتا كودن بيسي وحا كسي وين مركا مصر حدود أي إسرائيل لا يضحي أما فلسطين أو دقاء أو كسعودة حيلي غانا دانا هادلا أيو لابا تنمى اللي شيئا دا سري إسرائيل شاكتة أو كسو طلابي حدود مصر أيا وحي هذي وان أرقني كديبنا أديغا حبادان كفرني دقاء لكنا سيدا سو كسعودة المهم إسرائيل أيا سيدا دهيسا وليبا تخريبا سيدا وحود عم وحويان مركي إسرائيل أديغا حبادان يفرطي أيضا بلوذي أو أرقتي يعني كديبنا قرادة نويسو جوابين taasoo keentay israa'iil in gabar ciidamada ka mid ay ka dhaawacantay waa akhbaarta hadda degdegta ee la helayo sidaasoo kale masar ayaa soo jaabtay oo dhahaysa ayadana waxaan fashilinay in meesha mukhaadaraad iyo adduun laga gudbiya la rabay marka waan fashilinay almuhim say u fashileen ma garanayo laakiin waxa xaqiiq ah in dagaalkaas israa'iil ay sheegayso ilaa ay haddeerta inuu socdo almuhim sawirkan haddaad arkaysaan yacni dhinaca masar ay kasoo gareen weyaan sida hadda macnaha inta badan ay akhbaaraadka ay sheegayaan waxaan mar aadaynaa marka videogan aljazeera hadda تبادل إطلاق نار على الحدود مع مصر جراء وصول مشتبه فيهم بينهم مسلحون للمنطقة الحدودية وأيضا المتحدث باسم جيش إسرائيل يقول نحو 20 مشتبها فيهم بينهم مسلحون وصلوا قبل قليل من مصر إلى المنطقة الحدودية وبأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مسلحين وبأنها رصدت عدة إصابات في المنطقة الحدودية قرب نيتس المهم وأنت هذا عن شيء مركا وأرين وين آدي أدوين محايا لي هدي أرنتن أي سيدا هدي أود عبا أي تهي ما إسرائيل قرشة ودا سيدا قبير كانوا دوغو ديگي دونو ميسه وارين صح هو دي لنا عنا بهاشو يكبر لابت ايوحي لامدكا بل هالمر قبير كان عندي سنة أو ما يحدث هو حدث استثنائي وغير معهود هي نفس اللغة التي يستخدمها الإعلام العبري للتمهيد للعمليات أو الحدث الأمني وبالتالي إذا كان فعلا قوة بهذا الحجم 20 شخص مسلحين أداروا اشتباك على الحدود الفلسطينية المصرية هذا يعني بأننا أمام قوة منظمة أولا معناها وحوليها هدي لباتن قف أو هبيسا أي إيريلاس انتي مادين دقالنا أو رحمري أو ما أو رحمري عيدة إسرائيل waxay tusaysaa arin nidaamsan inay tahay kow iyo sidaasoo kale wuxuu yiri sida ay israa'iil idaacadaheeda u dhigeen oo arintan inay tahay arin istifnaai ah yacni arin macnaha ka duwan arrimihii kale oo khaas ah oo weyn oo kada waa run waa arin weyn maxaa yeelay weliba arin ka duwan arrimihii kale weyaan maxaa yeelay waxaa jirta askari ka mid ah ciidamada masar bil laba bil meelaha ka hor inuu weeraray ciidamo israa'iil oo meesha joogay saddex inuu ka dhaawacmay si kadilay maxsuusta hadda almuhim bil laba bil meelahaas ka hor cidii xusuusta dabcan hanoo soo qorto marka xilligaasi arintaa dhacday هل أسكري وهو كلية أما هدر تنلبها تنخف يعني نظام عيدامو أهويان مركا إسرائيل سيدا هذا كان أقول لغا يسوما داما سيدا اللي هذا هاي وحام لغيا با سيدا أقول لغا أساقا خبير كان إن وح إسرائيل كدن بي سايتا أو فيلادلفيا أيامها حتى شالي واتين نتنيا أقول لها ماشا سال أسعنا ماشا وينا نخبصنا فيلادلفيا يعني كارياشينا نجينينا شالي فيديو يان كهضرني oo xabad xabad ay isu dul taagnay xuduudda Masar iyo Israa'iil ama Falastiin dabcan areada oo dhan waa meesha kaliya ama meesha kaliya ma dhihi kara macnaha maya meesha kaliya ma ahan Rafax iyo Philadelphia ay xuduudda dheer Israa'iil ma haysato asal ahaan kor dabcan way waardiisataa laakiin meesha waxaa lagu ogyahay Masar ayaa haysata heshiiskan wuxuu yahay inay Israa'iil ku soo dhawaan Masar naftirkeeda ma keeni karto ciidamo awood badan laakiin marka la fiiriyo Falastiinta Israa'iil ay haysato waa meesha keliya israa'iil gacanteeda ka maran oo macnaha ayna gacanta ku hayn
اسرائيل مركو حي كود دايليسا اما اي سي علني اي ودخد وزيرده اي كو هادلين ميش حسن قبسنينا مرك ارينتان ما وحي هور دعوت هي قرشه اسرائيل اي ودو وسيده خبير كان او خبو اي ربتين ميش كو قبسته مخال سي كو دحيسا عاوا ان ميش حسي هل مر دغال دح او كبلودو المهم قبائل هذا سيناء دغا خاصه دين عن فلسطين واسلا قلدان دين عن دكتا او مصر يعني ابي حدودا بينتها يا ذيك كلا خيبي سماهن وان هل ثميل وهل قبيل مرك تعرف تركيدن وا لغا يابي كرا اني قلدان قبائل او اسكا هلكا ددكود اركين اني كعين وخي لميدكا المهم بريتو اما خيلغا داوانيس ان شاء الله تعالى كل يفهمن وخي اه وان اركي دونا باذن الله لكن هدا سيده حالته اي تهي اما اسعته وخ ويان ان دغالكاسي او سعده wax la soo afjarin ayna jirin xilliga hadda aan duubayo khaasatan akhbaarta degdeg ah ee soo dhacaysa oo kaadi ha wa intaasi muhiim jeeshka Israa'iil wuxuu leeyahay waxaan u dirnay meesha marwaaxiyad adiga helicopter ayaa la diray hadda sida oo kaadi ha wa kana dabcan marwaaxiyad ama adiga helicopter ay direen oo caawiya ciidamada meesha jooga marka muhiim ma laga takhallusi doona dabcan saasi u badan tahay laakiin kulli waa arkayna biidina la taamidaasi اوكي دينا اربيل ايان ادينا انت اربيل اي عراق عفوا انا ادين ما اختي ما انت حوثي انت ان الدغال اي جوك خوغان اي جيستين او مركب وين شاحنوين اي كونتينر ادونا سارين هين او غوناي ادركتين فيديوغي هداي طبعا ان سو بندغني بل فيديوغا سالمرا انت سو مركب كا اي ميشو او ليغي هي طبعا فيديوغو هران كو شيغناي لكن كان وخيلان ادين كا بيدامينا ميشا عفوا وحال اسكو داين لا دميو وادر كيسان لكن هو مركب اد اوين او ادر كيسان غبنا يعني غبنا يعني حوثينتا على قنطا لخري مركب سيده هاتبا ارينتن حوثينتا وي سو هادلين وليبا افهين كودو خو يري دغالكينا اسرائيل يو مراكب تبيها لكن وخي حدا لا بلاابو مركب مريكنا اي مركب انجليز اه وح اما مصالح لو يعني اركتي انا لا دخيسا وا سيده هاد عدعد يعني بحال كان مريكنا اسكل او قبل شمه جيرتو عادي اغو حوثيينتا دد قبل ما 8 سنه ايا لدخيناي يا دخينا ما تخانا سعوديه ايو امارات وحاي كا قادين 8 سنه عنا قبتين ارئ دول اي بدء دخين دياردها يعني عيدما لا سو غريو كمانانا معناها وح لو ريبتي ملها ايغا مركا جا وحي ليهين انغا اصل اها وح انهي نمول هم خب ما اها اي دغار ما انا وح كران قانانا ملها قفكي دالا كوجيرا ay dibaysa geerida iyo macnaha dagaalka oo dhibaaya eh sidaas oo kale waxay u digeen macnaha cid al cidii wadankada naga soo weeraro waan ku bilaabayna gantaalada haysta marka ma taqaana ku jirta aan ka rawaata saay gantaalada Iran ay ku weerartay hadda dhinaca Erbil ama dhinaca Iraq guud ahaan gantaalkan dabcan waan ku bilaabnaa tusay qaraxan aad arkaysaan screenshot aniga aan qaaday wayaan isaas oo kale kan video marka aan mar aragno صواريخ ما ادري شنو اسكو دينا فيريسان صواريخ لميد لا يعني كون الى ما بخل الى كون افر بخل مايل 100 مس كيلومتر ساسو قري يعني ميد كره تاو بحي ميد كره اسلانا ايش ما بين صوت ليه ما بين صوت معناها صوت ما له ليه طبعا خفت دبي يعني وارون صوت ما يعني معناها يعني انت مسافه اي صوت يسين وينيدوده طبعا كودك ساسو قري و لايف اوي مريكان كا محام كو دحاي سليغي سمادام ميش او كو يالو او مركه خاركيس او كهورتاغي جيري ساي وخه جيران مخه او قبن وايي وها مركه ورق خاركيس اي شيغايان ان مريكان كا اوغيسيان عمل الله اعلم ما اخان انيغا اخبار تاسي بقولكي بقول ما انا هيلين او كامل اما فول اه لكن اخبارات خاركيس ايا وخه شيغايا اما اي شيغايان ان اوجيدده اي اهيت معناها اديغا داعش ان لا ويرارو او ايران اي ويرارتو داعش ساوي او ريسا ايران وحي او ريسا درات ايران وحا كدع قرح ادوي بقلال قف اي كو دنتين وربا خبرغا قاسم سليماني دد اسو ييميت زياره وحسا سو كلا سنه معناها مركو دوغنا ادي حسي وحلا سو كلا وها ايا وحا دعدي قرح وين قرح اس امدا كو نمتي المهم يا شيخ متخانا داعش بقو انتينا شيغانين يا لا بخاي متخانا اما فرت لو فيقاي حتى ايران فرت اي كو فيقايسي واسرائيل وامريكا واسرائيل وامريكا داعش صباح وحلا ما انا هو عجيب سبحان الله مرك خاركيسا ايا كهري اسرائيل اي امريكان يعني مر بايغا تاغان marka sida ahaataba wa sidaas oo kale wa tay hatta hamas iyo ay dabcan eedeenayeen ama ay cambaareenayeen miyaas soo kala sida ahaataba muhiim qoladan
dhibaatadaas iiraan ku samaysay, iiraan ayadana way ka arsatay. sidaasoo kale waxay iiraan ka arsatay ama videogan hadda akhbaartan waa xarunta Mossad ay ku leedahay Erbil oo ambalaasyo tiro badan galgalaya eryadaas dhan way xiran tahay. Doktor Sam Yuusuf wuxuu leeyahay waxaa muuqata in dhaawacyo badan ay jiraan oo xarunta Mossad ay leedahay, laakiin waxaan aniga la yaabanahay Mossad inay meeshan ku leedahay saldhig sida u weyn Erbil khaasatan ay ku leedahay. Kolle way ku lahaan kartaa oo eryadaasi waa iska fahmi karaa, laakiin ma aqaan yani inay macnaha saa xoog u saarayso. Almuhim waa akhbaarta hadda ugu dambeysay, ambalaasyo badan iyo dhaawacyo badan ayaa la sheegayaa, dhimasho ilaa hadda lama soo warin. Laakiin iyo sidaasoo kale waxaa burbur yani gaaray qunsuliyadda Maraykanka, cid ku dhimata lama sheegay. Waana kana dabcan Iiraan oo dhahaysa waxaan weerarnay ama gantaaladaasi sawaariikhdaasi ballistic missileskaas aan ku tuurnay Ciraaq, khaasatan annagoo weerarayna dhaheen argagixisada. Waa sida Iiraan hadalka u dhigtay. Almuhim intaas dabcan ugu badneed arintan kolley ilaah iminkiisa wixii kusoo kordhawaan arki doonaa waa arrin halis ah, degdeg ah. intaasaan kusoo koobaya waad ku mahadsantihiin la joogidiina iyo kusoo biiridiina qaybinta video ilaa garintiisintaba. Salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.